أجمع عدد من المواطنين على أن قضاء إجازة عيد الفطر في الكويت له مذاق خاص وسط الأهل والأقارب والأصدقاء. هذه عادات وتقاليد، يعني أكيد تعيد بين أهلك وبين أصدقائك وجماعتك، هدف يعني يكون الترابط الأسري والشغلات هذه. يعني برا الكويت أنت موجود، عائلتك وأهلك كلهم هني بالكويت، يعني ما له داعي تطلع برا الكويت. ما أحب اللي ينحاشون من صلة الرحم والعيادي، أحسن لهم يقعدون يعيدون بالكويت ويعيدون، بعدين عقب العيد الله يسهل الأمور. أول يوم الواحد عشان يصلي صلاة العيد، بعد صلاة العيد يروح دواوين وكذا ويهني بعيد الفطر. أتمنى إن شاء الله إجازة العيد أقضيها إن شاء الله ديرتي مع أهلي إن شاء الله بإذن الله. بالكويت عايد ومع أهلي والأصحاب والأصدقاء. والله هني الأهل والربع وكذي عايد وياهم، يعني لازم تتواصل مع أهلك وتزورهم وتعايد عليهم، وكل عام وأنتم بخير.